السلام عليكم شهدت صبيحة الأحد ثانوية 19 مارس بلدية أحمد رشدي ولاية ميلا شللا تامة بعدما أقدم الأساتذة على الدخول في إضراب عن العمل وتسريح التلاميذ عقب واقع تصوير تلميذة لأستاذتها ونشر الفيديو على موقع تيك توك وعمد الأساتذة إلى الاحتجاج من أجل لفت انتباه المسؤولين على قطاع التربية بالولاية من أجل تدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي والتعجيل في اتخاذ قرارات صارمة بخصوص دخول التلاميذ إلى أقسام دراسة مع هواتف من نقل ذكية بالكاميرات الأساتذة الضاحية أو الأستاذة الضاحية قامت بتقديم شكوى للمصالح الأمنية والإدارية المعنية إلى أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة لا زال التلاميذ يدخلون الحصص التعليمية حاملين معهم هواتفهم النقالة وكأن شيئا لم يحدث